مساء الخير. كل ما يأتي بهدوء وتأن وروية يغدو أكثر ثباتاً ورسوخاً وتكتب له الحياة المديدة، وهذه هي حال نجومية ضيفنا الذي ساقته الأقدار إلى حيث هو الآن. حباه الله بالوسامة والقبول واجتهد هو ليحصن كاريزماه بالدراسة والثقافة والخبرة حتى كان له ما أراد من نجاح بعد مشوار حافل بالأعمال السينمائية والتلفزيونية، وبعد رحلة شاقة بدأت في صالون حلاقة ولم تنتهي على الشاشتين. فالفتى الذي عشق الموسيقى والشعر والصيد وتمثل بشقيقه النجم المتألق المعروف صار هو الآخر نجماً. فمن سار على الدرب وصل، ومن زرع حصد، حتى لو كانت الدرب أحياناً ملأ بالحفر والمطبات والعثرات، لعل نهايتها في هذه الحال تغدو أكثر إمتاعاً ومؤانسة. ونحن في بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، نستأنس الليلة بحضور الممثل السوري الموهوب والنجم الشاب المحبوب الأستاذ محمد الأحمد. أهلا وسهلا، شرفت ونورت بيت القصيد. بتشرف فيك وبتشرف بوجودي بهذا المكان، عن جد مكان لكل المبدعين العرب، وبتشرف بإني أنا جالس قدامك أستاذ زاهي. نتشرف بوجودك وسعداء يعني بنجاحاتك وبحضورك يعني المتألق. فينا نقول أنه بدأت هذه الرحلة تؤتي ثمارة، يعني في جعبتك كثير من الأفلام السينمائية، خصوصاً الأفلام القصيرة، ولكن أيضاً عدد لا يستهان بهم الأفلام الروائية، أعمال تلفزيونية أيضاً كثيرة، بعتقد مسرحية واحدة أو مسرحية يتيمة خجولة يعني. رح نحكي عنهم، ولكن هل مشوار بدأ هيك اليوم يعطي النتائج اللي كنت بتتمناها وتحلم فيها؟ صدقني أستاذ، أنا يعني أكيد مثل أي ممثل طمحت أني أوصل لهون، ولكن أنا ما رسمت خطواتي. أنا عشت اللحظة، عشت الصدفة، الصدفة قادتني لهذا المكان. أنا اليوم كنت عم فكر بهي الطريقة، أنه شو اللي خلاني يكون بهذا المكان عن جد. هي صدفة غيرت كل مجرى حياتي وقلبت كل موازين أنا وحطتني من مكان لمكان. أنت بتقصد لما كنت بدك تدرس موسيقى أو عم تدرس موسيقى وحصل معك حادث عطلك عن دراسة، عطلني وغير كل مجرى حياتي. إذا فيني أقول في شيء أكبر من 180 درجة ففيني أقول هذا الشيء. يعني لم يكن التمثيل أحد أحلامك؟ لا، ما كان هو أحد أحلامي، لأنه كان بعيد بالنسبة لي. أنا وجودي بالشاشة يعني التلفزيون بعمر ال 17 أو 18 كان هو حلم. هدول الأشخاص الموجودين بشاشة التلفزيون، هدول الأشخاص ما فينا نلمسهم ولا نحس فيهم، ولا هدول موجودين هون. هدول أيقونات موجودة، حتى وجودهم. أنا بتذكر أني شفت مثلا ممثل بإحدى المسرحيات، عم بحضر مسرحية، فشفت ممثل نجم هو. فأنا يعني صمت، أنا ما عاد طلع معي الحكي أنه هذا الشخص نفسه موجود هون بالفعل، أنه هذا كان حلم كبير. أنا حتى أنا ماني قادر أني أحلم فيه. قدي نجاح يعني شقيقك أحمد الأحمد، النجم المعروف، ممثل ممتاز ودائما تسأل عنه، يعني هذه بطبيعة الحال، بس قدي نجاحه ممكن يكون حفزك يعني وأعطاك هيك طاقة إيجابية إذا صح التعبير؟ جداً. نجاح أحمد هو نجاحي بالنهاية. بس المسيرة بيني وبين أحمد اللي ما بيعرفها، بالبدايات كان صعب، يعني أنك أنت تكون بعائلة مثلاً عندك دكتورين من نفس الاختصاص مشكلة. فلما دخل أحمد المجال هذا المجال، أنا التغى بعقلي بطموحاتي، التغى نهائي. فأنا تابعت بالموسيقى، وبالفعل كان أنا لازم أروح على هذا المكان. وأنا كنت عم حضر مع طلاب، كانوا بوقتها أنهم طلاب معهد، عم نحضر معزوفة لأقدمها. لصار معي الحادث وأجبرت أني أنا مثلا وقع الزجاج على إيديك، فأجبرت أني أنا يعني كان في جرح وتعطيب، فأجبرت أني أنا خلص تلتغى هاي الفكرة من راسي. وهذا اللي صار، انه انا اجاني تليفون من احمد بذاته، هو كان سنه ثاني سنه ثالثه هو بالمعهد، طيب انا راح اقدم لك اوراقك على المعهد العالي للفنون المسرحيه، لانه هم بنفس نفس المبنى يعني. فانا بخجل وبسعاده داخليه قلت له ايه ايه
أخذت منه الأوكي. نعم. أنا حسيت تؤمن بالأقدار بالمصائر، يعني أنه في مصائر مرسومة بهالدنيا للبشر؟ قليلاً. قليلاً ولكن هو الاجتهاد والبحث والطموح. نعم. بتخلينا نغير بعض الأقدار. ما بعرف إذا أنا عم بتجاوز المقولات الشائعة، ولكن نعم، بتخلينا عن جد نخطو إلى الأمام بكل هواجسنا وطموحاتنا. وروح أنا عن جد يعني روح وغوص بهذا المكان وجرب يعني. نعم. قلت لك أنا حياتي بنت على صدف هلا بسياق. نعم. الحديث ولكن يبدو صدف إيجابية يعني، أو رب ضارة نافعة أحيانا. خلينا نروح لو سمحت برفقة سحر حامد زميلتنا العزيزة، نسمعك بقطع وصل ثم نعود إلى الاستوديو. صراحة ما كنت حس إنه الكاميرا بتحبني، يمكن لوقت معين ما كنت حس هذا الإحساس، بس بعدين يمكن صرت أنا أعرف كيف لازم تحبني الكاميرا، أعرف كيف لازم أوقف قدامها الكاميرا وكيف أحكي معها وتحكي معي لنوصل للناس والجمهور لقلوبهم نفوت لمشاعرهم. أنا كنت مولع بالحيوانات، يعني هلا ما بدي أقول شو اسم الحيوان عشان العالم ما تخاف، فكنت مربي هذا الحيوان عندي بالبيت. حيه وامي دائما انا بتخانقني وكذا واهلي هيك. حادثه صارت بسيطه، انا كنت عم اقدم على معهد الموسيقى بعزف اله العود، فعم اتمرن على هذا الاساس يعني. طلعت للحيه فاضطريت اني اروح امسكها، قام في بلور وزاز نزل على ايدي، صار معي جرح كثير خطير خلاني انا اوقف العزف. رحت على التمثيل بنفس السنه، قدمت اوراقي على التمثيل على معهد العالي في المسرحية وانقبلت بالتمثيل. لما انقبلت بالتمثيل أنا صفنت أنه وين كنت وين صرت، أنا هذا المجال أبدا ما كان خطر على بالي. بتصدقيني إذا بقلك أنا ما عندي خطط واضحة، يمكن في خطة لقدام بحاول أني أنا أوصلها، بترك حالي أنا أعيش اللحظة يعني، الأشياء تمرق لحالها وبتمشي الأمور بهي الطريقة معي، وأحياناً تصيب وأحياناً لا تصيب يعني مثل أي شخص. كتير أحياناً متفائل، والأخص بهي المرحلة نقول على الصعيد الشخصي أنا وعلى الصعيد الصعيد البلد يعني. فبعد هالغيم السوداء بلش في هيك نور عم نشوفه، فأي متفائل على رغم لحظات الإحباط اللي بتمر على كل شخص، بس أنا متفائل وراح أضل أتفائل يعني، راح أقاوم للآخر. المقابلات التلفزيونية بتوترني جدا، لأنه بيصير لازم أفكر شو بدي أقول أو أفكر يمكن بالناس شو بتحب تسمع، فلهيك ما كتير بحبها وما كتير بطلع مقابلات. لا بس ما شاء الله عنك يعني، ما في توتر، منطلق وعم تحكي، وبعتقد ببيت القصيد يعني بيكون توتر أقل من غير محلات. جدا التوتر أقل، بس لا أخفيك يعني أنه أكيد يمكن لأنه بالتمثيل أنت مش مسؤول عن الشخصية يعني، كشخص بالحياة مش مسؤول عن آراء وأفكار ما تقوله الشخصية، بينما بالحوار مسؤول عن 100% عن الكلام، فهذا بيخلق. 100% فينا نقول أنك يعني تخطيت مرحلة الانتشار والآن بمرحلة الاختيار بأعمالك. تعرف كل ممثل عنده هالمرحلتين، بالأول بكون همه أنه يرسخ اسمه وحضوره، بعدين بصير ينتقي ما يتوافق مع قناعاته. بتصدقني إذا قلت لك أنه نحن الممثلين محكومين أحياناً بما هو موجود. بما هو موجود يعني. قلت لصديق باسل محرز بحوار إذاعي، قلت له أنك نادم على نصف أعمالك السابقة. ايه نادم من حيث الـ يعني جهدي الشخصي. نعم. مو نادم لاني مش على العمل. لا 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 ابدا. نادم خلصت على خلصت حالك خلصت. لا 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 اكيد. نعم. لا لا اكيد نادم على جهدي الشخصي لانه. نعم. لما هلا عن جد برجع بالذاكره لورا وبشوف بعض الاعمال اللي انا مشتغلها فبحس انه ايه تنقصني الخبره. اي دور لو رجعت عملته اليوم تعمله بطريقه افضل؟ كلهم 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 صدقني. طيب اكثر دور بتعتز فيه؟ بعرف رام بأحمر مع جود سعيد من أدوارك المحببة. ليه؟
بحبها لانه انا اشتغلته يمكن لانه كان الدور مكتوب بطريقه كثير ظريفه وكثير حلوه واشتغلنا عليه، ويمكن لانه هي الشراكه بيني وبين جود بتعمل هذا، بتعمل لي فسحه، بتعمل لي مجال اني انا ابدع او احط بصمتي بالشخصيه. يعني انا بنشتغل، نحن بنكون ملزمين بنص مع يعني مع الاساتذه والمخرجين، موجود مساحه حريه اكثر، بيكون تماما بيكون ماسورين بمساحه الحريه. فمع جود يمكن في مساحه تشتغل تعطي تماما في 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 نقاش وفي بحث دائم بين. شو سر هالكيمياء؟ يعني لحد هلا ثلاث افلام، أربع افلام اللي هن مطر حمص، مطر حمص، رجل وثلاث ايام، ضرب السماء، ضرب السماء، ونجمة الصبح هو اخر اخر عمل، ومسلسل مسلسل احمر. نعم. شو سر الكيمياء بيناتكم؟ توافق رؤى فنيه، قناعات، نظره للامور، لاحوال البلد، شو هذا اللي كنت انا عم اقوله؟ انه هو اعطاني هو اعطاني المساحه باني انا ابحث واترك بصمتي بالشخصيه، وهذا الشيء ما هو موجود عند بعض يعني بعض المخرجين مع احترامي للكل يعني، ويمكن هي طريقه. جود شخص خياله واسع، و يعني شخص طموح، بيدفعك للاخر للاقصى، وبيامن فيك. انا لما حدا بيامن فيه بامن بحالي وبعطي عن جد، يعني في هي الكيمياء اللي بيني وبينه الغريبه عن جد، وعنده هالشعطة، هو يعني هذه الشعطة الفنية يعني الحلوة جدا، انه الجنون الفنان الايجابي. تمام. اذا فينا نقول يمكن هذا 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 الشيء موجود عندك، هالشيء موجود، هذا الشيء. نعم. عندي بس ما كان موجود. نعم. كشف وجود، طلع وجود. انا هذا اللي بدي اقول لك اياه. نعم. لانه بمطر حمص كان يعني كانت الخطوة الأولى بهذا الموضوع، انه نحن انا كممثل قادر اني عن جد نخلق هلا يعني حاله معينه ونقولها. نعم. يعني هذا كان خطير، يعني كان هذا يعني، ويبدو هالكيمياء اثمرت. يعني حضرتك نلت جائزه افضل ممثل عن دورك برجل وثلاث ايام، رجل وثلاث ايام بمهرجان اسكندريه السينمائي. قد ايه هذا الفوز او هذه الجائزه هيك شكلت حافز يعني لا ممثل شاب عم بشق يعني طريقه، خصوصا عم نحكي على مستوى السينما هون، وبتعرف صناعه السينما يعني بلبنان وبسوريا، طبعا بسوريا افضل شوي يعني من حيث الكم على الاقل. تمام. ولكن ايضا ما فينا نحكي عن عدد هائل من الافلام سنويا، عم نحكي عن عدد محدود جدا. قد ايه هيك كانت دفعه الى الامام الجائزه؟ جائزة. نعم. بصراحة جائزة إلى خصوصية كتير بقلبي أنا، كانت من أجمل اللحظات بحياتي يعني عن جد. ليش؟ يمكن لأنه انتزعناها من بين وحوش. نعم. بالسينما يعني كان وحوش الشاشة، المشاركين كانوا تقريبا 19 فيلم من 19 بلد، لأنه هي جائزة، هي مسابقة الحوض البحر المتوسط. فنحن عم نحكي عن دول كبيره ولها تاريخ كبير بالسينما، وكانت تحمل اسم عمر الشريف. تمام تمام تمام. ف 19 دوله اجنبيه عم نحكي، وثلاثه عرب تقريبا. فكان انتزاع جائزه افضل ممثل بالنسبه لي انا يعني عظيم عن جد. وانا بعتقد انه ما قدم بهذا العمل او بفيلم رجل وثلاث ايام يستحق الوقوف عنده، يستحق الوقوف. طيب فوزك بالجائزه يعني استدرج عروض، اجاك عروض يعني حتى من مصر للمشاركه بافلام سينمائيه. تمام. او باعمال. تمام. اعتذرت حضرتك. تمام. ليه؟ يعني بتعرف مصر يعني هي فرصه لأي ممثل عربي، وزملاء كتار لحضرتك طبعاً يعني طبعاً ومن طبعاً. سوريا ذهبوا إلى مصر وقدموا أعمال ناجحة، ليش اعتذرت؟ يمكن أنا عم أقول يعني المعروض كان علي مانو بهذا المستوى. نعم. اللي أنا ممكن أني عن جد أني يكون فيه أو قدم حالي فيه بالطريقة الصح، أو أنا يكون هو خطوة جديدة من خطواتي. نعم. أنا ما بدي أرجع خطوة لورا بأعمالي أو بمشاركاتي. ولكن لو إجا عرض يعني أكثر أكيد جدية، أكيد لو إجت فرصة حقيقية أني أنا أقدم
هالشيء فأكيد أنا كنت وافقت. نعم. أستاذ محمد الأحمد، حضرتك حاضر يعني بقوة اليوم في المشهد الدرامي التلفزيوني، بالمشهد السينمائي السوري فينا نقول أنك حاضر، يعني مثل ما قلنا الأمور نسبية، يعني قياساً بعدد ما ينشر سنوياً وعدد أفلامك الأمر جيد، بينما مسرحياً عمل وحيد مثل ما قلنا قبل شوي اللي هو وعكي. وعكي عابرة. وعكي عابرة، هل هي وعكي يعني كانت وعكي مسرحية ولا شو؟ لا والله عن جد أنا ما بدي دافع عن حالي، أنا يعني بفترة العطاء بهي الفترة أنا كنت يعني كان ما يقدم لي بالسينما إن كان وبالتلفزيون كان هو عن جد مهم وفيني وقف عنده وفيني أقدم حالي فيه. العروض المسرحية اللي تقدمت لي اللي جتني ما يعني كان فيها خلل بي 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 أنا بدي ابتعد عن مشاكل المسرح خصوصاً بسوريا وبالبلدان العربية عموماً، بدي ابتعد عنها ما نحكي عنها لأنه كلنا بنعرفها. نعم. والمآزق والمطبات بس أنا الصراحة كمان ما إجا هذا الشيء اللي أنا يحفزني إني أشتغل. ولكن أيضاً قابل يعني للأمر أكيد طبعاً إذا إجا عرض مسرحي نص وإخراج أكيد طبعاً أنا يعني دائماً بسمع عنها من ضيوفي يعني من كل الأجيال إنه متعة العمل المسرحي لا تضاهيها ما بعد متعة عند الممثل عم نحكي ما بعد متعة أكيد علاقتك مع الجمهور وحبس أنفاسهم بلحظة وإطلاقها بلحظة تانية هي من أجمل الأشياء اللي ممكن تصير عند الممثل. أنا يمكن هذا الشيء صدقني إذا بقول لك أنا يمكن بحس أني أنا عم فرغه بالسينما إذا أنا يعني هي التعويض أكثر من التلفزيون من الدراما التلفزيوني. لو خيرت يعني بما أنه المسرح قليل لو هيك كان في خيار يعني إلزامي بين التلفزيون وبين السينما قطعا السينما من دون أي نقاش رغم ما يوفر التلفزيون من انتشار أكثر من وصول دخول إلى البيوت يعني مش الإنسان هو بده ينتقل إلى الصالة ليشوف يعني أنا عندي قناعة أنه يعني يعني هذا الفن ما بيلغي هذا الفن. نعم. يعني كله بكمل بعضه تماماً واللي بيحارب التلفزيون ما بعرف يعني يمكن يكون عنده مشكلة معينة ما بعرف أنا ما بدي واخذ الآخرين ولكن بشوفهم هن يعني عنصر يعني فنين متقاربين في يعني التقاء بيناتهم وهن لأكثر يعني السينما لشريحة معينة من الناس والتلفزيون لشرائح معينة من الناس فما في شيء بيلغي شيء يعني. طبعا وإذا بتلاحظ يعني بالنهاية معظم نجوم السينما خاضوا غمار الدراما التلفزيونية بما فيهم الكبار اللي كان عندهم موقف في البداية حتى يعني اللي بيسب على التلفزيون وبيشتغل مسرح كتير بتلاقي عم يشتغل تلفزيون مثل ما حصل معنا يعني معشر الكتاب والشعراء والصحفيين يعني جينا من الصحافة المكتوبة بالبدايات كان كتير مثقفين وكتاب يعني يعتبروا العمل بالتلفزيون انه مسألة يعني سخيفة فيما بعد أصبحوا يقدمون برامج ويعني يشاركون ويعدون وإلى آخره. يعني لفت نظري عدد الأفلام القصيرة اللي حضرتك مشارك فيها 40 فيلم لا مو هذا الرقم لا 40 عمل تلفزيوني لا الأفلام القصيرة هي يمكن 12 أو 13 ما بعرف شو كمان العدد. يعني عدد لا بأس فيه طبعا هي مش قرب مش قد الأربعين بس لأنه في حركة سينمائية بسوريا طبعا بس عادة الأفلام القصيرة بتكون يعني بالغالب أعمال شباب طبعا هي هواد إذا فينا نقول يعني ما فينا نقول هو ما فيني أنا أطلق عليه أنه هو عمل سينمائي متكامل يعني بس قصدي لما ممثل يسلم نفسه لمخرجين شباب أحياناً هن طلاب بعضهم أحياناً هن بيسلموا نفسهم لنا يعني لأنه يعني بيروحوا بيدوروا على الأشخاص اللي عندهم هذا المنهج أو عندهم هذا الخط فبيصير في عملية مشاركة ودعم يعني بيني وبينهم يعني وأنا بحب هاي التجارب وهي التجارب على فكرة هي مشان الناس ما تفكر أنه هي يعني زهيدة السمن أو بلا سمن إذا أحيانا بتكون يعني تبرع من الممثل أو هيك يعني مجاملة لطالب لصديق ولكن تضيف يعني على مستوى الخبرات على مستوى النضج الفني بتضيف
للممثل؟ أي شيء، أنا أي وجودي شي. وجودي معك إضافة كبيرة، وأي شيء بعمله عن جد هو إضافة لتجربتي، وهو غنى لخبرتي وغنى يعني لبحثي المستمر بتطوير الممثل، أداء الممثل، كيف روح للزوايا. أنا يعني هي مهمة الفن، يعني أنا إنه الفن يضيء أو يشير إلى زوايا معدمة أو الشخص العادي يمكن يعني ما نشايفها. فمهمة الفنان ومهمة الفن هو الإشارة وطرح الأسئلة على نعم أكثر من تقديم حلول، لأنه أحيانا بعض الناس بيقول لك يعني طيب ما طرحتوا الحل أو ما قدمتوا حل. ليس يعني مهمة الفن مش تقديم حلول أبدا، ولكن طرح القضايا على بساط البحث والنقاش. تماما، طرح الحلول مستحيل، هذا أمر مستحيل يعني، يعني على الفن وعلى غير الفن طرح الحل النهائي. يعني طرح الحل هو يبدأ من التعليم، هون بنبلش نحن عم نطرح حل. يعني عم يعني أنا بقول هو طرح للأسئلة، هو استقراء للمستقبل، هو نبش الخبايا أو الأسباب اللي أدت إلى المشكلة. أنا دائما بقول هيك يعني، ودائما هلا هذا الشيء اللي أنا برجع بذكره دائما بالأفلام اللي أنا حاولت إني أشتغلها، هي ما فيها تقديم حل، هو تقديم الواقع حتى مو كما هو، إثارة أسئلة تماما. نعم، لأنه مو مهمة حث المشاهد على أنه يفكر يطرح أسئلة. رح نحكي يعني عن بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية اللي المشاهدين بيعرفوها يمكن أكثر من الأفلام السينمائية، ولكن بعد ما نتوقف لو سمحت لي مع استراحة قصيرة نتابع بيت القصيد مع النجم والممثل السوري الموهوب الأستاذ محمد الأحمد. أجد شو عم تعمل؟ أجد؟ ليش أنت مو شايفي كل هالدم بالأرض؟ ما بتعرفيني إني عم بشطف الدم؟ ما بتعرفي إنه بيرم عم ينزف؟ طلع لي فوق السقف، مو شايف الدم كيف عم ينزل؟ ها؟ يلا روحي روحي، خليني كفي شغلي. هلا إذا أجت أمي وشافت الدم بالأرض تزعل مني. أمك بتكرهك. لك أنا حمارة. أنا ليش عم بقنع نور إنه ترجع لك؟ آه؟ ولك أنت ما بتستاهل صر ميتة لنور. ليش يعني ما بستاهل صر ميتة لنور؟ فاهميني أنا شو عملت؟ أنا بحب بيرم، بحب نور، بحبك، وهذا الحمار تبعك واحد بحبه. لا شي بصيرتوا على لسانك. بس أنا ماني جبان، عم تفهمي؟ أنا ماني جبان، أنا ما بدي موت. شو رأيك تشيل هي من إيدك بالأول؟ ولا أقول لك خليها؟ لا بقتلك. أساسا هو الحمار اللي اختارك بالمسرحية ممثلة سيئة. بعدين كيف ما أنك جبان؟ آه لك أنا اللي بعرفك، أنت ما بتسترجع تطلع إلا بالليل مشان ما تجيك شي قذيفة بنص راسك. وينك؟ ليكني هون، اسمعي، أنا ماني جبان، لا لا، وأنا ماني خويف، وماني بطل. يا توفي يا حشرة هيك الحق على الحمارة نور اللي بتحبك، ولك انت لو فيك ذرة شرف ما بتتركوه هيك، انت اخذتهم عندهم ما كنت خليتها تدفنه. ولك ليش عم تضحك؟ ليش؟ قوموا لا راس 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 ولك ما حبيت ليش ما تحبت انا تحبت عنك تذكري وقت قلت له العم فواز بابا؟ صرختي بوشي أول مرة بقول هاي الكلمة، وصرختك كانت أكبر كف باكل بحياتي. اسمعي أختي، كلنا عانينا، كلنا عنا مشاكل، كلياتنا موجوعين ومضغوطين، بس أنا ما بنسى كل شيء عملتي معي. رح يبقى هون دين برقبتي، بس بقول لك شغلة، أمي هي أغلى شيء بحياتي، هي ماما، هي بابا.
هي كل شيء باللحظة اللي راح تقسي علي أنا ما راح أسمح لك، عم تفهمي؟ ما راح أسمح لك لا أنت ولا غيرك. لك عندي عزيمة إذا رجعت، إذا ما رجعت أمي وليلى أنا اللي برقبتك. بس سيدي في خطر كبير هون، مضطر تفوت. مضطر؟ ليش هلا ما خبرتيني؟ ليش لهلا ما خبرتيني؟ جاوبي، قلت لك أي شيء بتخبريني إياه. ما بدي هز بدني هلا. خلي موبايلك شغال وتتأخري عندهم. تخبريني بأي شيء. ماشي؟ هلا روحي يلا. حاضر. سبعة وثلاثين سنة وأنا عم بغلي مثل هالمي ومثل هالنار. سبعة وثلاثين سنة وأنا عم بغلي مثل هالمي ومثل هالنار. سبعة وثلاثين سنة يا ظالمة، سبعة وثلاثين سنة يا ظالمة. إذا مشاهدينا شفنا لقطات من أعمال ضيفنا الأستاذ محمد الأحمد، يعني من الأعمال التلفزيونية اللي استوقفتني واستوقفت كتار مسلسل غرابيب سود اللي هو ينعرض على شاشة MBC، أثار ضجة خصوصا بالسعودية، بطرح موضوع داعش والتطرف والإرهاب. وحضرتك يعني قرأت أنك تلقيت تهديدات بسبب مشاركتك فيه بدور مميز أبو طلحة. كنت أولاً تهديدات من مين وليش؟ صراحة جهات ما بعرفها، نعم. مشان ما يعني أعطي التسمية لطرف كيف معين. يعني كيف وصلت التهديدات؟ تهديدات على الهاتف. تماماً تهديدات. شو كان يعني التهديدات، شو طبيعتها، إنه ليه؟ كل المشاركين بهذا العمل يعني كانوا تلقوا من هذا النوع من التهديدات، نعم. يعني بسبب إنه عم يطرح يعني يعري يمكن الفكر الداعشي والإرهابي. كيف فهمت وهيك تعايشت مع شخصية أبو طلحة؟ بصراحة شخصية أبو طلحة من أصعب الشخصيات أنا اللي اشتغلت. اللي أديتها. ليه؟ لأنه هالقد نقيضة لإلك، هالقد مختلف مع طريقته بالتفكير. تماماً وبالنهاية عم تقدمها يعني لكل بيت. نعم. يعني لكل بيت، فأنت لازم الممثل يكون كتير حريص على أنه يقدم هاي المادة بطريقة سلسة ما تخدش، وبالأخص نحن الواقع عم نعرفه وعم نشوفه يعني. نعم. فلازم أنت تقدمه ضمن إطار فني وتقدم رسائله بطريقة ذكية، يعني مثل الأب اللي بيعلم ابنه بطريقة ذكية على أنه هذا صح وهذا غلط. فهي الطريقة، فكان فيه عن جد جهد، غير انه هي الشخصيه فيها يعني فيها هالقد عنف وفيها هالقد يعني دمويه. وانا اشتغلت النقيضين يعني. انا يعني كانت علاقه ابو طلحه مع عشيقته هي بقمه الرجوله، بقمه يعني الرومانسيه وبقمه. فكان هذا الاشكال يعني بينما العكس تماما بسلوكه مع الآخرين ومع خصومه. فهي الفكرة أنه الحب قادر أنه يطوع كل المجرمين، نعم. حتى الوحوش الحب يعني قادر، نعم. أنه يطوع. حضرتك من اللي بيحملوا معهم شخصياتهم، يعني الممثلين تعرف نوعين، اللي بيفصل نهائياً يعني مجرد ما يطلع من مكان التصوير نسي الشخصية، وفي ممثل اللي بيحمل معه هذه الشخصية كل ما هو عم بيعيش هالعمل، يعني بالبيت وبالشغل وبالحياة العامة كون حاملة عم بفكر فيها. اثنين فيك تقول، او خضت تجربتين يعني بغرابيب من الشخصيات اللي عن جد حملتها. نعم. مع انه يعني رغم انه الاستاذ احمد الاحمد شقيقك نصحك انه ما تشارك فيه للعمل، يمكن خوفا عليك. بعتقد خوفا علي طبعا. نعم. تماما. تاخذ رايه؟ باخذ رايه وبشتغل برايي. بشتغل برايي يعني. باخذ رايه اكيد. نعم. انه هو تجربته كانت اوسع، تجربته اوسع وعندي ثقه فيه يعني. انا بغض النظر هو انه
أخي أنا بعتبره من النجوم يعني العظيمين المبدعين الموهوبين وبشوفه نصيب الخير يعني دائماً إن شاء الله بيكون ضيفنا يعني نعتز بوجوده يعني بما أنه عم نحكي عن الشقيق الله يطول أعماركم إحدى شقيقاتك توفت بين إيديك قرأت ماتت يعني بين يديك ليه ويعني شو مرض أو الحرب شو السبب مرض كان بالكلية ونحن كان يعني بيصلنا عن موعد عمليتها يومين بس يعني والأمور كلها كان جاهزة والمتبرع موجود وكل إشياء كانت على يعني أتم وجه وبالحقيقة أنا شغلت عنا يعني كنت عم صور شيء بالشام وهي كان بالمشفى فبلحظة بنهار بريك كان عندي فحكيت معها تليفون أنا قلت لها أنا حبيبتي أنا جاي لعندك شوفك قالت لي يا حبيبي يلا أنا ناطرتك فهي كان عندها غسيل كلية بهي اللحظة نزلت لعندها بهذا النهار قامت تحضر لي الأكل يعني بعدين وقعت يعني وقعت بين يدي ومسكتها أنا ورحت الله يرحمها يعني أنا ما بدي هيك مثل ما بقولوا فتح جراح بس بعرف إنه يمكن هاي من أكثر الأحداث المؤلمة اللي عشتها حضرتك يعني أنا وقت وفاة إلى جانب فقدان الوالد طبعاً يعني هاي يعني فقدان الأحبة هو أشد من الموت نعم أشد من الموت برجع بقول لك يعني ما بدي هيك شد عليك بهالموضوع بس سؤالي هو بشكل عام إنه خسارة الأحبة فقدان الأحبة اللي هالقد قراب وأعزاء وهيك شو بغير بنظرتنا للحياة؟ بغير كتير يعني نعم. بغير كتير على أساس أنه بالعامية بنقول عن جد ما فيها شيء الدنيا نعم. ما فيها شيء الدنيا مش حرزاني مش حرزاني يعني. علاقتك مع نعم. الآخرين وطدها أكتر نعم. الخلافات خليها تتلاشى يعني نعم. برأيي أنا خلص في أشياء كتير أنا في أنا في شغلات كتير تغيرت بحياتي بعد وفاة يعني في شغلات خاصة تغيرت بحياتي بعد وفاة أختي بس ذكراها عطرة وموجودة بالقلب وهي لم ترحل وإن رحلت رحلت معها فهي موجودة ولساتها بحضني حياة هذا شعور بحسه يمكن الإنسان تجاه أنا بحسه تجاه والدتي مثلا شعور أنا بحسه معي كل الوقت يعني مش عم أقوله لعزيك بس فعلا بيصيروا كأنه ساكنين فينا واللي بعزينا أنه يمكن يكونوا بمطرح أفضل بهالزمن الخراب العربي يعني وقبل ما أخذك مرة تانية مع سحر حامد وقطع وصل بس يعني هل حزن عم يجي كمان بزمن الحزن الأكبر اللي هو أنه بلدك سوريا نعم. تعيش كل ما عاشته وكل ما هو صار معروف ما بدي أكرر يعني الحكي والأسئلة انعكاسه عليك كإنسان كفنان وأشارت بالبداية حضرتك أنه يعني اليوم متفائل من وين تستمد من وين التفاؤل بصراحة يعني هي يعني بالنسبة لنا كفنانين نعم. الأزمة هي قطعت يعني قطعت مراحل نعم. ففي المرحلة الأولى المرحلة الضبابية أو مرحلة الفوضى إذا فينا نعم. نقول اللي هي غير مفهومة كانت نعم. يعني غير مفهومة بالنسبة للفنان وبالنسبة حتى أصحاب القرار إذا فينا نعم. نقول هلأ بعدين تتوضح الرؤية بشكل يعني أكتر وبتصير الأمور بالنسبة لك عميقة وخلص تعرف أنت تصنف حالك تصنف آرائك وتصنف وجهة نظرك وبعدين فيك تتناول يعني هلأ نعم. هو فينا نتناول بقى الفن والقضايا يعني الإنسانية وقضايا الشارع وقضايا نعم. قضايا الحرب خصوصا أنك شاركت بكثير من الأعمال اللي تناولت هالموضوع أو كانت على خلفية يعني خلفيتها الحدث السوري اسمح لنا يعني قبل ما هيك كمان ننتقل إلى قضايا أخرى نذهب مع سحر حامد كمان نسمعك مرة ماذا قلت بهرب لأرتاح للطبيعة للغابة لهون بلاقي صيغة هيك بفتح حوار بين الأشياء الموجودة بالطبيعة وبطرح أسئلة بحكي مع حالي كتير بحس بالراحة
بالطمأنينة برجع بعمل ريستارت لحالي. هواياتي اللي ما حدا بيعرفها بظن كل الناس بتعرفها، بجمع آلات موسيقية، بيتي مليء بالآلات الموسيقية المتنوعة. بهرب بأوقات الفراغ، بكتب، بسكر تليفوني. الهوايات البسيطة اللي بعملها. دائماً أنا بحالة عشق. إذا قلنا الحب مفهومه الشامل، أي إذا عم تسأليني عن الحب بمفهوم الشخصي، أكيد بحب ومخلص لحبيبتي أكيد. حياتي الخاصة سر من شان ما حدا يعبس فيها بصراحة، يعني لأنه دائما يعني أغلب العلاقات تفشل من تدخل الآخرين فيها، إن كان بقصد أو بغير قصد. بحب الإشي أنا أعملها لحالي ما حدا يعرف فيها. في عندي دائرة بسيطة، أصدقاء، أقرباء، طبعا الأهل أولا. هدول بوقت يعني وقت فراغي لما ما بيكون عندي شغل، هن حياتي صراحة. بتصدقيني إذا بقلك أقرب دور لإلي هو كلهم بيشبهوني وكلهم ما بيشبهوني، لأنه إحنا يعني بشغلنا كممثلين نترك شيء من هيك أرواحنا داخل كل الشخصيات اللي بنلعبها، وأنا كممثل بروح للأقصى بحيث أنه ألعب دور ما بيشبهني أو روح بالكاركتر لمكان ما بيشبهني. ففيه هاد فيه هاد، ما فيني أقول لك أنه في دور بيشبهني أبداً، ما فيني أقول لك هذا الدور ما بيشبهني، هني أن هذول هذا التناقض. المهن اللي اشتغلت قبل التمثيل على سيرة الأدوار اللي بتشبهك وغير بتشبهك، يعني اشتغلت بالتجارة، قرأت، اشتغلت بصالون حلاقة نسائي يعني كوافير، فادتك هذه يعني هذا العمل؟ بتعرف بصالونات الحلاقة في احتكاك مع نماذج يعني مختلفة جدا من البشر، فادتك بعدين بالشخصيات اللي بترسمها بتلعبها؟ أكيد. هلا يمكن ما إجا وقتها، يمكن يجي وقتها بعدين، بس ما يعني أكيد فادتني وصقلتني. نحن تربينا يعني بعائلة متوسطة الحال، كان الوالد يعني مكافح، إذا الله يرحمه، يعني مكافح لأجل أنه هدول الأشخاص اللي مسؤول عنهم اللي هنون أبنائه يعني يربوا بظروف جميلة وجيدة. فبس ولكن كان هو بمكان هو قاسي، يعني قاسي بمعنى أنه كان بده يانا نعتمد على أنفسنا. فنحن كنا بالصيف، أنا وأخي أحمد على فكرة كنا بالصيف نعمل مثل هيك، يعني أحياناً نبيع درة، نبيع فول نابت مثل ما بيقولوا، نبيع بالعيد قبل موسم العيد، فنجيب الأشياء اللي ممكن الطفل وين بحمص هذا؟ إيه تمام، بحمص يرغب له. بس هذا شيء حلو، جميل جدا. انا هذا الشيء انا ما لانه في البعض بيفتكر يعني انه أبداً. انه خصوصا لما يصير تحت الضوء واضواء ونجوميه انه كانه عيب يعني، او لا كانه بيخبي هيك. ابدا هذا الشيء بنتمي له، تستعيده بحب، باعتزاز لتلك انا بتقتلني ذاكرتي انا اللي احيانا انا بتمنى احيانا اني احيانا اتخلص من الذاكره اللي عندي، يعني كطفل او يعني بحس انه احيانا الذاكره هاي بتوجعني. بتعرف خصوصا يعني بصالونات الحلاقه، خصوصا صالونات السيدات، يعني عاده الحلاق الرجالي هو اللي بيحكي، يعني هو اللي بيطوش لك راسك. هلا بده يزعل مني محمد، بس عند الستات يمكن هن اللي بيحكوا اكثر منه وبيبوحوا حتى اسرارهم. كان يحصل يعني امور على مسمعك من هالنوع؟ كان يحصل ايه، بس انا تجربتي كانت كثير بسيطه. نعم. يعني ما حفرت عميقا. تماما هي هيك هوايه بسيطه، حب للتجريب وصارت ولكن ما كان هذا يعني شغفي اذا بدنا نقول بالحياه ابدا. قلت انك بتحب يعني، ولكن سؤالي انا هو عن موقع المراه بحياتك او نظرتك الى موقع ومكانه المراه، يعني سواء كانت ام، شقيقه، حبيبه، الى اخره، صديقه، يعني بكل صفاتها.
ما هو موقع المرأة بالنسبة هي لحضرتك؟ التوازن بالحياة يعني نعم. هي بالفعل هي مركز الدفء بالشتاء والنسمة العليلة بالصيف نعم. بظن هي عن جد اللي بتعمل هذا يعني الاستقرار عند الكل مو بس عندي نعم. عندي أنا شخصيا ف يعني لا وجود لنا نحن يعني من دون المرأة عادة الممثلين والنجوم الشباب والوسيمين مثل حضرتك بتجنبوا يقولوا نعم أنا في حالة حب يمكن حتى يضلوا كسبانين أكبر عدد ممكن من المعجبات يعني ويضلوا هيك حلم لكثير من المعجبات ولكنك صرحت يعني أنك بحالة حب دائما أنا بحالة نعم. حب نعم. بحالة عشق دائما نعم. يعني ما حالة وحدي ولا يعني بحالات حب؟ هلا هذا السؤال اللي ما في جوابك عليه لأنه الطريقة اللي قلت فيها ممكن أي فيها حدا يفهم إنه هو المقصود فيها على إنه أنا بحب وحدي من 20 سنة يعني فيها نعم. لا لا هي أكيد لا في أنا في تجارب أكيد كانت نعم. يعني انتهت وتجارب أكيد نعم. شو بيعمل فيك الحب؟ يعني عادة في ناس الحب بيكسرهم في ناس الحب بيقويهم في ناس الحب بيزهرهم بيخليهم هيك يفتحوا يعني مثل الورد بالربيع مثل الزهر بالربيع انا صدقني طاقتي يمكن كلها باخذها من الحب من الحب ومن شريكتي عن جد اللي بكون بهي الحبه يعني وبحس انه من واجبه تكون موجوده حدي كداعم وكهيك كدافع لإلي اليوم شئنا ما بينا نحن بعصر الصوره بعصر الشكل كل الميديا بالعالم وخصوصا بالثقافة الاستهلاكية بعصر العولمي يعني تركيز جدا على هذا الأمر حضرتك كيف تعاطى مع نفسك يعني كممثل وسيم يقال لك هذا الأمر أنا قرأته كثيرا بتتعاطى مع نفسك يعني انطلاقا من هالواقع ولا لا بتقول أنه في شيء يعني أهم من هالموضوع هذا المأزق اللي أنا عشته بكل فترة نعم. شغلي صراحة إنه نعم. دائما يحطوك بهالخانة تماماً المنتجين تماماً. والمخرجين وتعطير الفنان بي نعم. بي 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 بين نعم. هدول القوسين وإنه هذا الشخص بي نعم. بيعرف يشتغل هذا النوع من نعم. الأداء بمصر بيقولوا الشاب الحبيب يعني يعني هاي النظرة الخاطئة ونحن منشوف بكل إنتاجات العالمية يعني نعم. أقوى الأدوار اللي فيها شر وعنف أو الأفعال يعني المؤذية هي بتنتج عن أشخاص غير متوقعين نعم. ما هي مثل الحياة يعني نعم. يعني الضربة القوية بتجيك نعم. من شخص أنت كان هو الأقرب وال يعني الأجمل يعني والأحب إلى قلبك نعم. فهو يعني هو اللي بيعرف نقاط ضعفك اللي بعيد كيف بده يعرف نقاط ضعفك تماما فهذا نعم. الشيء أنا بلحظة بس أنا ما خليته يتغلب عليه نعم. تغلبت عليه واجهت يعني مسألة التنميط كسر واجهته طبعا تعتقد أنك نجحت واجهته نعم. لأقول لك ليش لأنه نعم. أنا في مجموعة أعمال إجت وراء بعضها بالألفين وسبعة ثمانية تسعة عشرة دائما يجي مثلا يسند إلي أداء دور حب امرأة متزوجة نعم وهي عم تبحث عن الحب وتبحث عن يعني الاستقرار العاطفي وين جيبوا محمد الأحمد فهذا يعني هذا مثال طبعا انا عم اطرحه نعم. الي وهو مثال للكل لانه نعم. في ناس كثير تاثرت بي ولكن انا حاولت اني اتغلب عليه هلا بدك تسالني كيف تغلبت عليه بالسينما نعم. بالسينما 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 كان عندي المجال للتجريب والذهاب للاقصى وهذا نفع الشريك الشريك يعني الدافع او الشريك القوي اللي بيقول لك يلا انا معك انا بدي اشتغل معك وبدي احطك باسمى صورك وباحلى صورك والناس اللي ما عم يشوفوك بهي الطريقه انا بدي اخليهم يشوفوك بهي الطريقه وهذا بيصلحك بادوارك التلفزيونيه يعني جدا. بانك تكون اكثر قدره يعني على تخطي المسائل اللي بدك هاد تخطاها. صراحه استاذ زاي هذا اللي بدي اقوله هو يعني الضعف المنتج التلفزيون نعم بده بيستسهل الامور تمام انه والله ممثل وسيم ممثله جميله خلص بحطهم بالاطار اللي كيف بدي اقول الهين يعني اللي تمام. الناس حبوهم فيه وعم يحصل يعني ما بدي اذكر اسماء عم بتشوف حضرتك انا يعني. بادواري اللي قدمتها بالسينما ان كان بمطر نعم. حمص لنحكي عنهم كتجربه نعم. ناضجه مطر حمص ودرب السماء
ونجمة الصبح كل دور قدمته مختلف 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 كل الاختلاف يعني بالشكل وبالمضمون وبالأداء وبكل يعني بكل نواحي هو مختلف. وأنا دائما أنا بقولها كان حلمي وطموحي أو بقولها هلا يعني حلمي وطموحي إني نقل هي التجربة البسيطة من السينما إلى التلفزيون يعني وأنا أكون قادر أقدم هذا النموذج من الشخصيات بهي الحرية بهي الحرية قدمها بالتلفزيون بعناية مشددة لعبت دور جندي وبلا غمض لعبت دور ضابط مش هيك يعني. وين لمين كنت أقرب للجندي الطيب البسيط ولا للضابط اللي هو كمان بعتقد كان شخصية إيجابية إذا مش تمام للاثنين يعني للاثنين لأنه كان لازم نحن نسلط الضوء على هذا الجندي يعني اللي يعني البسيط يعني عم يقدم روحه وعم يقدم كل ما يملك للدفاع عن معتقداته ووطنه وأفكاره وأهله وكل هذا فكان لازم يعني قبل ما يدهمني الوقت يعني آخر ما عرض لك من أعمال على الأقل على الشاشات اللبنانية ويعرض حالياً يعني يعاد عرضه على الام تي في عرض أولاً على التلفزيون الجديد آخر الليل تمام. لعبت دور صلاح صلاح اللي هو مكتوم القايد كيف فهمت هالشخصية وهالحالة لأنه هذه الحالة موجودة ببلادنا يعني بلبنان في مكتومين قايد بسوريا في بالكويت في بسموه البدون بكثير من الدول العربية موجودة وفعلاً يعني مأساة هاي بعرف أنه الموضوع الرئيسي منه يعني بالمسلسل يعني مسألة المكتومين ولكن حضرتك يعني كيف تعاملت مع هالحالة؟ بصراحة يعني مثل ما تفضلت وذكرت ايه هي حالات موجودة ولكن مقفل عليها ليش؟ لأنه تعتبر أنه هي حالة فيها نوع من يعني كيف بيقولوا يعني بتعمل خلل مثلا بالتوازن الديموغرافي بلبنان تماما يعني الخطيئة يعني لأنه هي ناتجة عن خطيئة معينة خطيئة معينة زواج من دون قيود بدون أوراق رسمية تماما بدون أوراق رسمية أدى إلى يعني أطفال من دون هوية من دون مرجعية ففي حالات وفي أنا بعرف أشخاص صار أعمارهم بالعشرين وهن ما إلهم قيود يعني عند الدولة لا بيقدروا يسافروا لا بيقدروا يتوظفوا لا بيقدروا حالة يعني خطيرة أول جداً. ما طرح عليه العمل من قبل الأستاذ أسامة الحمد بجله تحية فكان أنا لابد إني أسارني هذا الموضوع ويعني خلاني أنا يعني أعطيه موافقة يعني حتى إذا بدك وهي الأشياء اللي أنا بحب أقولها من الأشياء اللي هي صدفة بحياتي يعني كلامي أنه أنا أثرت فيه الصدفة إيه نعم أثرت فيه الصدفة هو لقائي مع الأستاذ أسامة كان صدفة وكان النص غير جاهز يعني إحنا عم نشتغل بنص غير جاهز موجود بين إيدينا 10 حلقات ولكن الشخصية بهذا الجمال بهذا العمق بهي الأهمية فكان لابد أني أشتغل فيها يعني وحالياً عم بتصور كمان مع يعني عمل من إنتاج الأستاذ أسامة الحمد هلأ نعم بالتحضيرات نحن بالتحضيرات وانتهيت من تصوير عروسة بيروت اللي هو كمان عمل هو عمل كمان لبناني سوري وفي الأستاذ ظافر عابدين من تونس في طقلة شمعون في كارمن بصيبس يعني النجمة اللبنانية هالأعمال المشتركة يعني صار اصطلح على تسميتها بالأعمال المشتركة كيف بتشوفها يعني بتشوفها عم تخلق حيوية إنتاجية عم تعمل احتكاك إيجابي بين الممثلين السوريين واللبنانيين خبرات متبادلة بمعزل عن التقييم ولا هيدي معارك السوشيال ميديا اللي يعني أحيانا بتكون سطحية ببعض الحالات هي نضجت أنا برأيي يعني هي أول ما قدمت كانت تقدم ببعض الأعمال قدمت بشكل يعني سياحي تماماً شوي مع يعني مع الاجتهادات الشخصية اللي هي واضحة أكيد يعني بس قدمت بهذا المجال يعني بهذا الاتجاه ولكن أنا بشوفها أن هي نضجت أسمرت يعني بعد فترة هي صارت بمكان تاني بليفل آخر لأنه يعني على الفنان والنجم تحديدا يعني المسؤولية وين موجود وين يحط اسمه وين يترك بصمته
للأسف دهمنا الوقت، يعني وقتنا انتهى. بس سؤال أخير، إنه بعروسة بيروت دورك يعني شو هو؟ يعني شخصية سلبية، إيجابية، شريرة، طيبة؟ شو الدور اللي عم تعمله؟ من أجمل الأدوار اللي أنا اشتغلتها صراحة، وأنا ناطر النتيجة. هي من الشخصيات المركبة المعقدة اللي عن جد هي موجودة بالشارع واللي بحبها. أنا بشوف الإنسان هو مزيج من الشر والخير مع بعضهم، ولكن الظرف هو اللي بيخليه يطلع المحتوى. الآن يعني محتوى الشر أو محتوى الخير. أستاذ محمد الأحمد، بتمنى لك كل التوفيق، وأنه قريبا نشوف يعني عروسة بيروت، هذا المسلسل الجديد لحضرتك، وإن شاء الله نشوفك بأفلام سينمائية، بمسرحيات أيضا. وهاللقاء فاتحة خير، يعني إن شاء الله لنا لقاءات نستكمل القضايا ما اتسع الوقت لمطرحها الليلة. شرفت بيت القصيد. شرفت فيك. شكرا. شكرا لمشاهدينا، نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله.